السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل اختبار المينيتشر سيركت بريكر، نشوف هو بيعمل تريبنج عند كام ثانية. ومعانا الجهاز المعروف، جهاز الاسفيريكر 760. ده جهاز بيبقى كأنه كارنت سورس، بيطلع تيار او بيطلع فولت. فاحنا هنستخدم البنات اللي بتطلع التيار، لان احنا هنختبر المينيتشر سيركت بريكر عن طريق حقن التيار، ونشوف هو بيعمل تريبنج على نفس الكاركترستكس او الكيرف بتاعه اللي معمول من المصنع. الموتور سيركت بريكر اللي هنختبره MS116ABB. عملنا 2 جامبر هير، يعني هذه المنطقه ادي جامبر هنا وجامبر هنا، بحيث ان هنحقن التيار هنا هيمشي مع الجامبر كده وهيطلع كده ويطلع، والطرف التاني من السفيركر هنحطه هنا. تمام يا جماعه، كده زي ما احنا شايفين عملنا ادي طرف رايح، ادي الطرف ده رايح على 10 امبير، لان في رنجات هنا ده من 0 ل 10. وطرف الكومن اهو رايح، اهو جاي منين، اهو شايفين طرف الكومن رايح فين، رايح الجزء اللي تحت. يبقى انا حاقن فوق هنا النقطه وحاقن هنا النقطه، وانا عامل جنابر هنا وهنا بحيث التيار هيمشي كده كده ويطلع كده ويطلع من هنا. هنبدا هنا على 2.5، فهنبدا نحقن 3 مرات من التيار الريتد كارنت، يعني هنحقن على 7.5 امبير، ونشوف هيعمل تريب عند كام ثانيه، ونراجعه مع الكاركترستكس بتاع MS116 من مانيوال بتاع الاي بي بي. هنظبط التيار، هنعمل التيار هنا، هنعمل اون بحيث نشغل التيار معانا. طبعا هنعمل البريكر ده هنشغله اون عشان يمشي التيار. كده التيار معانا 2.7، هنخليه على 7.5 بحيث يبقى 3 مرات من ال 2.5 من الريتد كارنت اللي احنا متشاور عليه. خلاص، وبعد كده هنعمل اوف. بعد كده هنعمل اون بلس تايم، مع نخلي طبعا ده ان اي ان تي اي ان تي بحيث احنا مش هنستخدم الكونتاكت ده. هنعمل اون بلس تايم، بسم الله. هيبدا يعد معانا الوقت اللي ممكن يعمل عليه تريب. ادي معانا البريكر اهو، وادي التايم قدامنا اهو، ادي البريكر اهو المفروض يعمل تريب. عمل تريب اهو بقى على اوف، عمل تريب على 17. وتكمله للشرح هنلاقي ان الكيرف بتاع الام اس 116 ده، هتلاقي الانفرس كيرف، هتلاقي لو احنا حققنا 3 مرات زي ما حققنا 7.5 من 2.5، هيبقى الرينج بتاعنا مثلا من 13 ل 17، وده جبناه من المانيوال، وبالتالي هو عمل تريب عند 17 ثانيه وهو مقبول باذن الله. وشكرا